احلى هديه جابتها لي ايه؟ ممكن يعني يعني في عيد ميلاد امي مش شرط تجيب لي في عيد ميلادي بصراحه، لان انا يعني معظم حياتي انا قلت لك كام سنه انا بعيد عنهم فكده، بس هي دايما هي عارفه ان انا ايه مهمل جدا في نفسي في لبس البيت، فانا دايما تلاقيني انا يعني زي ما عايش كده اجيب هدومي اروح انام، فعارفه انا مش بشتري ترنجات ما بشتريش حاجات لنفسي شخصيه، فهتلاقيها دايما جايبها لي. مش علقه مره كانت متضايقه جدا وانا في الفتره زي ما قلت لك اللي هي بتاعه اللي انا مش بشتغل ودايما يعني ايه عايزه مايل عليها هي ودايما في احتياج ليها، وهي انا زي ما قلت لك صرفت ورث ابويا، فمره متهيألي كتبت نظف الشقه وكانت هي تعبانه بقى متضايقه ما تعرفش ظروفها كانت ايه، وانا كنت جايب واحد صاحبي مخرج عشان ايه عشان اعمل حاجه كده في البيت يقعد معايا يسمع حاجه مش فاكر، وكان كان ده الساعه 1 2 بالليل، فانا رحت لها الشقه فبقول لها امي يعني ايه يعني خلصي الصاله عشان اخش انا وصاحبي جوه، فممكن تكون متضايقه عشان انت ما بتتقدمش، متضايقه عشان انت ما بتوصلش لحاجه، متضايقه عشان انت دايما مش شغال مش شايل نفسك، فبلاش اقول الحركه اللي عملتها، بس هي يعني ايه حركه فيها شويه اهانه يعني، بس اقول لك هي كانت دايما مش قصدها ده يعني مش قصدها، هي بتحب ابنها اكتر من اي حاجه في الحياه اكيد، وهي اكيد عايزاك تشوف احسن واحد في الدنيا كلها، بس هي صعبان عليك حالك اللي انت كان بتكبر وهي برضو امي احنا ناس مش هاي يعني، هي ست مدرسه وعندها التزامات وعندها بيت وعندها اخوات غيري، فهي وكان ساعتها متهيألي اخواتي او محمود او ايه او كده مش متعينين برضو في كلنا احنا عليها هي، فده عايزك تشتغل في حاجه مستقره، فعايزه توصلني ان الفن كان مش هيوصلك لحاجه، فكانت زعله بينه وبينها كبيره الفتره دي يعني. امي يعني هي اذا كنت انا اكيد وصلت لده كله ممكن عشان اكون تعبت وممكن عشان اكون صوتي كويس، ممكن عشان اكون اجتهدت قبل ده كله طبعا ربنا اكيد رايد ده، لكن انا لو ربنا بقول دايما اللي هيعاملني بمعاملتي انا فربنا مش هيديني اي حاجه، اكيد عشان هي راضيه عني، اكيد عشان دعوتها ليا ربنا بيكرمني، فهي طول ما هي عايشه انا متاكد ان ربنا شايل عني كتير يعني. كبرت ياما ولسه طفلك وببكي لما يوحشني حضنك، بضعف في بعدك واحتاج اضمك علشان احس امان، ولسه بشبط فيكي وفي عطفك ودموعي تنزل يمسح كفك، من قبل ما اجي الدنيا عارفك انتي دوا الاحزان، يوم بعد يوم بكبر قصادك ولا تبت يوم عن احتياجك.